ختام الموجز تعتبر تأدية حكومة محمد إشتية اليمين القانونية لتبدأ عملها الوزاري بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على المصالحة الفلسطينية الداخلية مع حكومة غابت عنها فصائل فلسطينية منها الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين وحركتا حماس والجهاد في وقت يحتاج فيه الفلسطينيون أكثر من أي وقت وحدة في الموقف تجاه قضايا مصيرية منها صفقة القرن دون تغييب انتخابات لكنيسة الإسرائيلية التي عبدت الطريق مجددا أمام اليمين المتطرف ونتنياهو تحديدا الذي لم يخفي توجهه لضم مستوطنات الضفة الغربية وإن طاحت هذه الخطوة بتطلعات الشعب لإقامة دولة قابلة للحياة على أرض فلسطين التاريخية. ما هي مهمة حكومة إشتية ولماذا غيبت عنها فصائل فلسطينية؟ أسئلة وغيرها نطرحها على ضيفنا الباحث بالشأن الفلسطيني محمود زغموت ينضم إلينا مباشرة من مدينة إسطنبول. أستاذ محمود صباح الخير وأهلا بكم في تلفزيون العربي. صباح الخير، يا هلا، تحياتي لك وللسادة المشاهدين. أهلا وسهلا أستاذ محمود، نبدأ من تأدية حكومة محمد إشتية يوم أمس اليمين القانونية لتبدأ عملها الوزاري، تحديات داخلية وخارجية ليس أقلها اليوم صفقة القرن التي قد تطيح بتطلعات شعب لإقامة دولة مع القدس الشرقية عاصمة. هل نواجه تحديات مصيرية اليوم بحكومة فلسطينية من لون واحد؟ بداية، نحن أمام حكومة من لون سياسي واحد كما تفضلت. الحكومة هي يغلب عليها طابع فتح وهي بشكل رئيسي هي حكومة فتحوية بامتياز، بصرف النظر عن مشاركة يعني حزب فيدا، المشاركة الديكورية والديكور الذي شكلته مشاركة حزب فيدا وحزب الشعب في هذه الحكومة. الحقيقة هذه الحكومة تستثني الفصائل الكبيرة الفلسطينية إن كانت خارج المنظمة منظمة تحرير أو داخلها، يعني بالتحديد حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية. إذا نحن أمام حكومة من لون واحد. رغبت فتح باعتقادي بالذهاب إلى هذه الحكومة لسببين رئيسيان، هما باعتقادي الأول له علاقة برغبة فتح بإنهاء حكومة رامي الحمد الله التي جاءت نتيجة حوارات بين الفصائل وكان عنوانها حكومة التوافق الوطني. ثانيا، رغبة فتح بالوصول لمنصب رئاسة الوزراء وتصدير شخصية فتحوية صرفة كالدكتور محمد إشتية، وهو كان له دور بارز في مفاوضات أوسلو مطلع التسعينات وكذلك في مفاوضات 2014 التي كانت برعاية وزير الخارجية كيري. ترغب حركة فتح عفوا للوصول إلى رئاسة الوزراء بشخص من وزن الدكتور محمد إشتية إلى يعني إيجاد ضمانة لها في حال تغيب الرئيس محمود عباس عن السلطة بشكل مفاجئ. إذا نحن للأسف الشديد أمام يعني هذه التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية برمتها، عندما نتحدث عن صفقة القرن بما يعني تحتويه من موضوع تهويد القدس وضم القدس واعتبارها عاصمة لدولة إسرائيل، قضية ضم مستوطنات الضفة إلى يعني إلى دولة إسرائيل، قضية شطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين، و قضية يعني إيجاد حل اقتصادي أو حل إنساني لقطاع غزة بعيدا عن الحل السياسي. وبالتالي كان يجب على حركة فتح أن يعني تجد تخريجها لهذه الحكومة تخرج بصورة وطنية لنواجه كل هذه التحديات. نعم، يعني أستاذ محمود، اليوم تشكيل هذه الحكومة أرسل رسالة إلى حماس، وبالفعل ما قاله عزام الأحمد القيادي بحركة فتح، حماس بحاجة لشرعية ولن تعطى بألحاقها بمنظمة التحرير الفلسطينية. ما الذي تخشاه اليوم حركة فتح تحديدا من حركة حماس التي وفقا للانتخابات التشريعية التي تم إجراؤها منذ 10 أعوام يستلم عزيز دويك السلطة مؤقتا في حال تغيب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن صدارة المشهد السياسي برئاسة السلطة الفلسطينية؟ للأسف الشديد يعني لا يوجد مبرر لحركة فتح للتعامل بهذه الصورة مع الفصائل، لا سيما حركة حماس بالدرجة الأولى. حماس شاركت بالانتخابات وكان لها يعني فازت بمقاعد بعدد مقاعد كبير في المجلس التشريعي سابقا، وهي جزء أصيل من الشعب الفلسطيني. وبالتالي يعني يجب على حركة فتح أن تتعامل
يعني بموقف وطني تجاه دور حماس ودور الفصائل الأخرى، وأن تعمل على أن يعني تدفع باتجاه إيجاد حل شراكة وطنية يؤدي إلى يعني على الأقل الحفاظ على الحقوق الفلسطينية، خاصة في هذه المرحلة. نحن أمام مرحلة خطيرة يعني، ويعني مفترق خطير جدا، خاصة في وجود الآن صعود اليمين الصهيوني بالانتخابات. الآن اليمين الإسرائيلي فاز بأكثر من 65 مقعد في الكنيسة الإسرائيلي، وبالتالي نحن ذاهبون باتجاه التصعيد أكثر، باتجاه السياسات العدوانية والسياسات العنصرية تجاه شعبنا الفلسطيني، سواء في القدس، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، من خلال يعني تجديد الحصار على قطاع غزة ومحاولة إخضاع القطاع بشكل أو بآخر، يعني نقول كمقدمة لتمرير ما يسمى بصفقة القرن. حقيقة يجب على فتح أن تعمل الآن إذا كانت ترغب يعني بأن تذهب لإيجاد حلول وطنية جامعة، أن تعيد النظر بهذه الحكومة، وربما تجد حلا في إعادة تشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك بها الجميع لنواجه هذه التحديات. أستاذ محمود، يعني انطلاقا من ذلك اليوم، هل هي حكومة انتخابات، خاصة أنها تأتي بعد أن أصدر المجلس الدستوري قرارا بحل الانتخابات التشريعية التي أفضت منذ أعوام إلى إيصال حماس إلى المجلس التشريعي الفلسطيني، هل هي حكومة انتخابات يمكن القول بواقعنا الفلسطيني الداخلي الذي أطاحت به بجهود المصالحة الفلسطينية الداخلية في وقت التحديات كبيرة، كما ذكرتم للتو صفقة القرن وانتخابات الكنيست خاصة اليمين المتطرف؟ الحقيقة ليال، نحن أمام حكومة غير دستورية. الآن لا يوجد شرعيات لدينا في المشهد الفلسطيني. المجلس التشريعي انتهت صلاحيته وولايته، الرئيس عباس انتهت ولايته، وبالتالي لا يوجد شرعية حقيقة دستورية لهذه الحكومة، ولا أعتقد يعني هناك استحقاق انتخابي يفترض في شهر أيار مايو القادم. لا أعتقد أن هذه الحكومة ستعمل على يعني تنظيم انتخابات، لأنه نحن الآن أمام فصل كامل في بين الضفة والقطاع. هناك أجهزة أمنية في الضفة وهناك أجهزة أمنية في قطاع غزة، وبالتالي من سينظم هذه الانتخابات إذا كان هناك فصل كامل؟ والآن يعني كما قالت يعني الفصائل الفلسطينية كلها أجمعت، التجمع الديمقراطي الفلسطيني الذي يجمع كافة فصائل اليسار الفلسطيني قال بأن هذه الحكومة ستزيد الشرخ الفلسطيني وستعزز الانقسام، و طالب الفصائل التي شاركت بها كحزب الشعب وحزب فدا بمراجعة موقفهم. بالنسبة لحركة حماس والجهاد الإسلامي، أكدوا بأن هذه الحكومة يعني مبادرة من فتح باتجاه تعزيز الانقسام وتعزيز الشرخ بين الضفة والقطاع، وأكثر من ذلك هناك معطيات تؤكد رغبة فتح للأسف الشديد بالفصل الإداري، فصل المؤسسات عن بعضها البعض بين الضفة وقطاع غزة. أنا يعني باعتقادي هذه مسألة خطيرة، يجب أن تدرك السلطة وفتح أين تذهب بالشعب الفلسطيني الآن في ظل كل هذه المؤامرات التي تحاكي. الآن نحن إذا نظرنا للخارج الفلسطيني، نحن أمام مشهد في سوريا تم تهجير أكثر من ثلث الفلسطينيين تقريبا من سوريا، وصلوا إلى أوروبا ولبنان والأردن. فلسطين في لبنان لم يتبقى حسب يعني إحصائيات الحكومة اللبنانية أكثر من 170,000، وبالتالي أمام نحن حالة تهجير الفلسطينيين في الخارج وحالة شط بحق العودة. وإسرائيل باعتقادي المرحلة القادمة من خلال هذه الحكومة ستعمل على الذهاب إلى الأمم المتحدة لشطب القرارات الدولية التي تتعلق بقضية حق العودة. لن تكتفي بالقدس ولن تكتفي بضم المستوطنات في الضفة الغربية التي تشكل الآن تقريبا هناك 200 وحدة استيطانية، مدينة مستوطنة إسرائيلية موجودة في الضفة الغربية، وهناك أكثر من 120 بؤرة استيطانية سيتم ضمها إلى إسرائيل، تتحول يعني الضفة الغربية أو مدن الضفة وقراها الفلسطينية إلى جزر معزولة ومحاصرة. وبالتالي نحن أمام مرحلة خطيرة، يجب على حركة فتح أن تدرك هذه المرحلة وأن تعمل على تعزيز الصف الفلسطيني وأن تعيد النظر في هذه القضية. نعم أستاذ محمود، انطلاقا من ذلك، يعني اليوم كما تقولون المصالحة الفلسطينية، الشعب الفلسطيني بحاجة لها أكثر من أي وقت مضى بضوء هذه التحديات الكبرى. هل يرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي دعا إلى استقالة حكومة الوحدة برئاسة رامي الحمد الله وتشكيل الحكومة المقبلة برئاسة محمد شتية يوم أمس، خطر يتأتى من حماس في غزة على مستقبل السلطة الفلسطينية وما قد تأتي به صفقة القرن على الحال الفلسطيني الداخلي والسياسي منه؟
الحقيقة يجب على الرئيس عباس أن يعتقد بأن يعني الفصائل الفلسطينية يعني بغض النظر عن اختلاف رئيس عباس معها، هي بالنهاية ستشكل له رصيد إن قرر أن يعود إلى الشارع الفلسطيني وأن يعزز قوته أمام هذا اليمين الإسرائيلي الصاعد. يعني غير مبررة هذه المواقف من الرئيس عباس تجاه الفصائل الفلسطينية لا سيما حماس. نحن أمام مخاطر تتهدد الشعب الفلسطيني. يعني هناك إذا تحدثنا عن الخلاف وسبب الخلاف، هناك قضية وصول حماس إلى السلطة، ويعني الحسم الذي حصل بعد رفض أجهزة السلطة في قطاع غزة الانصياع ل يعني الحكومة العاشرة بقيادة إسماعيل هنية. هذه كانت أصول أو بداية الخلاف الذي حصل بين فتح وحماس وأدى إلى سيطرة حماس على قطاع غزة. الآن يعني أعتقد بأن الرئيس عباس أمام منعطف تاريخي يجب أن يأخذ كما أخذ الرئيس ياسر عرفات بعين الاعتبار بكثير من المواقف المصلحة الوطنية العليا، وقدم المصلحة الوطنية العليا على مصلحة الفصيل وعلى مصلحة ضيقة للفصيل الواحد الآن الذي يتمثل بهذه الخطوة من خلال تشكيل حكومة بلون سياسي واحد. هذا حقيقة مؤسف. نتمنى يعني أن يعني يصل شعبنا الفلسطيني من خلال إيجاد حلول تؤدي إلى إيجاد وحدة وطنية ترأب الصدع بين غزة قطاع غزة والضفة الغربية، وتؤدي إلى تماسك الصف الفلسطيني ويعني مواجهة التحديات القادمة. بصالح من يصب هذا الشرخ الفلسطيني أستاذ محمود زخموت اليوم بواقعنا الفلسطيني الداخلي الإقليمي والجوار الإسرائيلي مع وصول اليمين المتطرف مجددا إلى الحكم داخل إسرائيل؟ بالتأكيد الانقسام الفلسطيني لا يخدم إلا المصلحة الإسرائيلية والمخططات الإسرائيلية لقضية تهويد القدس وقضية ضم مستوطنات الضفة، ويعني باختصار إلى تمرير صفقة القرن. الانقسام الفلسطيني يساهم في تمرير السياسات الإسرائيلية، وإسرائيل تتحدث دائما عن أنه لا يوجد شريك فلسطيني، وهي تحاول دائما أن يعني تنزع أو تعزز هذا الانقسام، وهي تضغط دائما على السلطة الفلسطينية وعلى فتح تحديدا يعني الإبقاء على حالة الانقسام الفلسطيني. الانقسام يخدم المصلحة الإسرائيلية بالدرجة الأولى وخاصة في هذه المرحلة. أستاذ محمود، سؤالي الأخير اليوم، هل من عوامل خارجية أدت اليوم إلى واقعنا الفلسطيني الحالي وتأدية حكومة محمد أشتية اليمين القانونية، ما يعني زوال المصالحة الفلسطينية وما بقي من جهود المصالحة التي قادتها عدة دول عربية في سياق إتمام مصالحة فلسطينية داخلية بين حركتي فتح وحماس؟ بالبداية يعني أعتقد أن هناك رغبة إسرائيلية في استمرار الانقسام، ربما تؤدي بشكل أو بآخر إلى يعني هذه الخطوة أو دعم هذه الخطوة، لأنها تعزز الانقسام بالنهاية وتضعف الحالة الفلسطينية والنخبة السياسية الفلسطينية الحاكمة أو الموجودة في المشهد السياسي إن كانت سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية. لا أعتقد بأن هناك يعني أسباب خارجية لها علاقة بالمحيط العربي. المحيط العربي كان يرغب إلى حد ما بحصول مصالحة فلسطينية رغم موقفه التقليدي من فصائل المقاومة بشكل عام وفصائل وحركة حماس والجهاد الإسلامي بشكل خاص. أعتقد بأن هذه الخطوة للأسف الشديد هي خطوة فتحوية بامتياز. رغبت كما قلنا بداية حركة فتح للوصول إلى السلطة أو رئاسة السلطة رئاسة الوزراء لهدفين، هما الأول إبعاد حكومة رامي الحمد الله التي جاءت من خلفية يعني جلسات الحوار التي كانت في القاهرة وفي غزة، ويعني جاءت تحت عنوان التوافق الفلسطيني لتلبي المصلحة الفلسطينية ككل. ورامي الحمد الله هو شخصية مهنية إدارية جاءت من مؤسسات السلطة ولم تأتي من مؤسسات حركة فتح، بينما الدكتور محمد شتاية هو عضو لجنة مركزية في حركة فتح وهو يلبي المصلحة الفتحاوية ويلبي تطلعات البيت الداخلي الفتحاوي بإيجاد ضمانات من خلال موقع رئاسة الوزراء في حال غياب الرئيس عباس. أستاذ محمود زخموت الباحث بالشأن الفلسطيني، شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركة. كنتم معنا مباشرة عبر الأقمار الصناعية من مدينة إسطنبول. شكرا أستاذ محمود. مشاهدينا، إلى هنا نصل إلى ختام الفقرة السياسية. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء لقاء